بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فحياكم الله أيها الأحبة من هنا من محافظة الطائف. هذه المحافظة تبعد عن مكة المكرمة بنحو 60 إلى 70 كيلومتر تقريبا. وفي هذه المنطقة أو في هذه المحافظة أحد مواقيت الحج والعمرة المكانية التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم للحاج والمعتمر إذا كان قاصدا مكة المكرمة لأداء مناسك الحج أو العمرة. وميقات أهل الطائف هو خاص لأهل نجد ولمن مر عليها من هذا الطريق. وهذا الميقات يعرف بميقات السيل الكبير قرن المنازل. لكن لو لاحظتم كتب على هذه اللافتة ميقات وادي محرم، وهذا الميقات هو ميقات محاذ لميقات السيل الكبير أو قرن المنازل. فمن مر من هذه المنطقة فهو يحاذي ميقات أهل نجد، ومن مر عليها من هذه المناطق أو بحدود هذه المناطق فيحرم من هذه المنطقة، ويعني يكفيه أن يأتي إلى هذه المنطقة. وهذه المنطقة متوفر فيها جميع الخدمات من مراوش وأماكن لتغيير الملابس والإحرام وغيرها. فهذه المنطقة هي كما ذكرنا بمحاذاة ميقات أهل نجد قرن المنازل السيل الكبير. طبعا مكة المكرمة تقع خلف هذا الجبل، يعني إن شاء الله الآن بعد أن نغير الملابس ونلبس ملابس الإحرام إن شاء الله سنذهب في هذا الاتجاه. مكة المكرمة تقع خلف هذا الجبل. خلف هذا الجبل يعرف بمنطقة الكر، المنطقة التي بعد هذا الجبل تعرف بمنطقة الكر. إذا اتخذناها طريقنا سنصل مباشرة إلى مكة المكرمة، ولا تبعد كما ذكرنا إلا بنحو 60 كيلومتر. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يصرف عنا وعنكم كل سوء وكل شر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم أخوكم محمد ياسين الرئيس.